أي الكتب تنصحون بها في العقيدة؟ إذا كانت العقيدة في الله فلنا كتاب اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، وإذا كانت العقيدة عموما عقيدتنا في الله، عقيدتنا في الرسل، عقيدتنا في الكتب إلى غير ذلك، فهناك كتب طيبة في هذا الصدد ككتاب مختصر العقيدة الطحاوية أو مختصر معالج القبول، كتب كثيرة في هذا الصدد.